مع شهر سبتمبر من كل عام يجني مزارعو بلدية وادي عتبة تمور البكاري بالمزارع وغابات النخيل المحيطة بالبلدية، إذ يشرعون في تنظيف أشجار النخيل ومن ثم يبدأون تعريبها وقطعها وجني تمورها. بدأنا في موسم جني التمور البدري، أي يعني التمور اللي طايبة يعني بدري، والنخيل اللي ما يتحملش يعني يقعد في لفترة طويلة. طبعا اللي هو عندنا المواسم يعني على مرحلتين يعني ناخده فيها، اللي هو فيه التمر اللي ينضج بدري وفيه التمر اللي مازال يتأخر. طبعا بطبيعة الحال لوجود الحشرة طبعا أصبحنا نقطع فيه يعني دائما قطع كامل، مثل ما تروا أمامكم يعني حاليا النخل باعتبارها من الحشرة نحصدوها بالكامل يعني نخلوها بدون ضرب، ما كناش قبل في الفترة الأولى بالشكلية هذه. في السنوات الأخيرة شهد الإنتاج ضعفاً شديداً بسبب تعرض الكثير من أشجار النخيل للإصابة بآفة الحشرة القشرية الخضراء، ناهيك عن ضعف التسويق والتخزين بسبب انقطاع الكهرباء. التمور كانت كلها في العلفة للسعي، كانت نحن قبل التمر ما شاء الله خزنوا فينا كنا يعني للبشر، لكن للأسف تو حالياً بسبب القشرة المرضية هذه حاولوا كيف يجيبولها يدولها علاج بسرعة يعني. الفلاحون ناشدوا الجهات المحلية ووزارة الزراعة على وجه الخصوص سرعة توفير الأدوية والمبيدات من أجل مكافحة الآفات التي تصيب أشجار النخيل لإنقاذ ما تبقى منها.